قناة الشرقية من كلباء تحييكم وتتمنى لكم أوقاتا طيبة، ويسرها أن تقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أجندة الشرقية، فأهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقة، انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المالح والصيد البحري في دبل حصن، انطلاق فعاليات مهرجان شيص الترفيهي، مركز المشاعر الإنسانية ينظم مبادرة أمي سعادتي. نبدأ هذه الحلقة من المدينة الفاضلة، وتحديداً مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المالح والصيد البحري، فإلى هناك. انطلقت يوم الأربعاء 28 من مارس الجاري فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المالح والصيد البحري الذي تنظمه بلدية مدينة دبل حصن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر لمدة 4 أيام متتالية في حديقة شاطئ دبل حصن. وقد حضر حفل الافتتاح نخبة من كبار المسؤولين ومسؤولو الدوائر والمؤسسات الحكومية وحشد كبير من أهالي المنطقة والضيوف. المهرجان بشكل عام مهرجان ممتاز سنوي، ويفد لي كثير من الناس من مختلف إمارات الدولة. طبعا نحن بنكلمكم عن المالح، المالح اللي هو من سمكة القباب. السمكة هذه معروفة ومطلوبة ومرغوبة من الأسر الموجودة على مستوى الساحل الشرقي، امتداداً من دبا إلى المناطق الحولية حتى الشقيقة عمان. وشهد حفل افتتاح المهرجان عرضاً مميزاً لأوبريت تواليف بحرية من تأليف وإخراج محمد رشود، إضافة إلى عروض استعراضية وورش تعليمية وورش الطبخ ومسابقات وألعاب ترفيهية وغيرها العديد من الفقرات. كما ستشهد أيام المهرجان مشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية بعروض فلكلورية من التراث الشعبي وعروض ومسابقات وورش متنوعة والكثير من الفقرات المتنوعة. وشهدت النسخة السادسة للمهرجان مشاركة واسعة ومتنوعة وصلت إلى 41 مشاركة، منها 10 مشاركات للمؤسسات الحكومية و20 للأسر المنتجة و6 مشاركات لجمعية الصيادين بدبل حصن لحرفة الصيد وأدواته و5 مشاركات لمحلات تجارية خاصة بالصيد. نحن اليوم موجودين في مدينة دبل حصن للمشاركة في مهرجان المالح. هذا المهرجان يقام سنويا، مشكورة بلدية دبل في تنظيمه، وكل سنة يكون أجمل من السنة السابقة. كنا اليوم يتحدث عن مركز واسط للأراضي الرطبة، حيث تحتوي هيئة البيئة وتشرف هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على عدد من المحميات البحرية، منها هذا المركز، وأيضا محمية أشجار القرم ومحمية جزيرة صير بنعير. يذكر أن مهرجان المالح والصيد البحري هو أحد إسهامات بلدية مدينة دبل حصن المتواصلة في الحفاظ على الموروث الشعبي العريق الذي تتمتع به المنطقة على وجه الخصوص وكافة أنحاء الدولة على وجه العموم،
إضافة إلى العديد من الجهود والمساهمات والمشاركات على مختلف الصعود وبمختلف الطرق، والتي أدت إلى جملة كبيرة من الإنجازات تهدف جميعها إلى خدمة أهالي المدينة والمنطقة المجاورة، بناء على رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. الآن سنتحول إلى عروس الساحل خورفكان التي نظمت فيها إدارة مراكز التنمية الأسرية ملتقى الجيران. أطلقت مراكز التنمية الأسرية بخورفكان ملتقى الجيران في حديقة المطلع يوم الأربعاء والخميس 28 و29 من مارس الجاري وسط حضور مميز من أهالي المنطقة. ملتقى الجيران يأتي بالتزامن مع عام زايد الخير 2018، وهو عبارة عن مبادرة اجتماعية تحرص على تلاقي الأسر وترابطها في المنطقة الواحدة في كافة أنحاء إمارة الشارقة. وتسعى المبادرة إلى توطيد العلاقات بين الأهالي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إطلاق المبادرة منذ عام 2013. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الأسرية وترابط وتزاور وتآلف الجيران في زمن انشغل فيه الناس بمشاغلهم، وإحياء للموروث الإسلامي الذي أوصانا به النبي الكريم في حديثه الشريف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد شهدت حديقة المطلع بخورفكان العديد من الفقرات ضمن فعاليات الملتقى، منها الصحية والاجتماعية وبرامج التنمية الذاتية والبشرية، كما تضمن البرنامج لقاءات ودية بين الأهالي للتركيز على أهمية التآلف والتعاون بين الجيران ومدى أهمية حسن الجوار وأثر ذلك على استقرار المجتمعات. سنبقى في خورفكان لنتابع هذه المرة انطلاق فعاليات مهرجان شيص الترفيهي في منطقة شيص الجبلية. انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان شيص الترفيهي بمنطقة شيص الجبلية التابعة لمدينة خورفكان مساء يوم السبت الموافق 24 من مارس الجاري، والذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي. حضر حفل افتتاح المهرجان عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وخميس النقبي والي منطقة شيص، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بخورفكان، وجمع من أهالي منطقة شيص. طبعا مشاركتنا اليوم في مهرجان شيص الترفيهية مشاركين بعدد من الفتيات وأولياء أمورهم، يكون مشاركة مجتمعية ضمن خطة اللجنة الثقافية بعدد من المشاركات الذي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي في منطقة شيص. وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الاستعراضية والتراثية وفقرات حية لعدد من رياضات الدفاع عن النفس بمشاركة حاشدة لمنتسبي الأندية الرياضية من مختلف أرجاء الشارقة. وقد شهدت الدورة الثانية من المهرجان مشاركة لافتة من الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتضمنت العديد من الفعاليات الهادفة لإضفاء البهجة والسرور على نفوس أهالي المنطقة. نحن يعني سعيدين كثير بزيارتنا لأهالي شيص، وهذه المرة الثانية نحن كنا زرنا المنطقة يعني السنة الطافت،
ضحينا الفعاليات للمهرجان هذا، والمرة هذه هي المرة الثانية. سعداء فيها إنه نقدم يعني الأهالي شيس فكرة عن الكاراتيه للأولاد، وكيف إنه يعني ينمي القدرات الجسمية والذهنية، وإنه يساعد على الأولاد على اللعب ويساعدهم على الاندماج يعني في المجموعة، والتخلص يعني من كثير شغلات مثل الخوف ومثل يعني الركود مثل السلبية من كذا. يعني الكاراتيه هي لعبة نحاول نعطي فكرة للأهالي شيس عن هذه اللعبة في مستويات يعني متوسطة ومتقدمة إن شاء الله. كما ركز المهرجان في دورته الجديدة على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، حيث تضمن العديد من الفعاليات لرياضات كرة القدم والدفاع عن النفس والشطرنج والصيد بالصقور. وأخيراً، يعتبر مهرجان شيس الترفيهي فرصة مثالية للأسرة والطفل بالمنطقة للاستمتاع بجملة من الفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية في سبيل تحقيق السعادة لعموم المواطنين. ننتقل الآن إلى كلباء الجميلة مع مبادرة أمي سعادتي التي نظمها مركز المشاعر الإنسانية. نظم مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع إدارة مجموعة الشذا مطعم بنت النوخذ الشعبي في كلباء مبادرة إنسانية بعنوان أمي سعادتي، وذلك يوم السبت 24 من مارس الجاري. هذه الفعالية جاءت بمناسبة الاحتفال بعام زايد 2018 وبمناسبة يوم الأم واليوم العالمي لمتلازمة داون ويوم السعادة، احتفاء بالأمهات في المركز وتقديرا لرعايتهن لأصحاب الهمم وتكريما لدورهن في المجتمع ومساهمتهن في التنمية والتطور. ضمن مبادرات عام زايد 2018، نظم مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مطعم بنت النوخذة والمقهى الشعبي بكلباء مبادرة إنسانية تحت شعار أمي سعادتي، ضمن اليوم العالمي للأم وكذلك اليوم العالمي لمتلازمة داون لأصحاب الهمم ويوم السعادة. فدمجنا هاي الثلاث فعاليات في أمي سعادتي ولما تقدم الأم من دور كبير في تنمية المجتمع. اليوم نحن في البيئة، الشيخ زايد رحمة الله يحب البيئة، الأم كذلك هي بيئة للمجتمع، الأسرة نواة المجتمع، وأيضا الحفاظ على الأشياء والموروثات اللي كان يحبها الشيخ زايد، حبه للبيئة والطبيعة وتعزيز السياحة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الأمهات اللي كرمناهن هن الموظفات المنتسبات لمركز المشاعر الإنسانية اللي يرعون ويهتمون في أصحاب الهمم من تأهيل وتوعية وتربية ومتابعة الحالات. فنحن نقول مثل ما هم أو هن يؤهلون ذوي الإعاقة، نحن نقول لهن شكرا لكم بمناسبة اليوم العالمي للأم والسعادة ومتلازمة داون. وكانت الفعالية عبارة عن رحلة ترفيهية شارك بها أصحاب الهمم والأمهات إلى مركز كلباء للطيور الجارحة، تضمنت عرضا حيا لتلك الطيور، إضافة إلى احتفال تكريم للأمهات المنتسبات للمركز، حيث تضمن الاحتفال العديد من الفقرات والبرامج الترفيهية. حقيقة كانت تجربة جميلة جدا، والمبادرة هي مبادرة أمي سعادتي لعام زايد الخير. حبينا أن نغير في طريقة المشاركة، في أن تكون النقلة من إمارة دبي إلى تكون في زيارة استطلاعية تفقدية أيضا للمراكز الثقافية في إمارة الفجيرة ومنها إلى مركز إلى مدينة كلبة، ويبدو أن الأطفال التجربة جديدة عليهم في أن يشوفون طيور يعني تطير فوق رؤوسهم، فكانت شوية ردود الأفعال بالنسبة لهم
في نوع من الفرح والخوف، ونتمنى أن تتكرر هاي الزيارة بحيث أني يكون عندهم تكون عندهم تجارب ثانية مع هذه الأماكن الثقافية. وأشار القائمون على هذه الفعالية أن الهدف منها هو بث روح الفرح والسعادة في نفوس الأمهات المكرمات، خصوصا وأن الأم الإماراتية كانت لها منزلة خاصة في عقل ووجدان أبونا زايد، وما زالت تتمتع بتقدير واحترام كبيرين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. سنبقى في كلبة لنتابع برنامج بأخلاق أحياء الذي أطلقه نادي اتحاد كلباء الرياض الثقافي. أطلق نادي اتحاد كلباء الرياض الثقافي برنامج بأخلاق أحياء بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية وحملة سلامة الطفل. وقد تضمنت هذه المبادرة الهامة التي أطلقها النادي جملة من برامج التوعية والمحاضرات التي استهدفت كافة منتسبي النادي حول حماية الطفل. اليوم تم إطلاق برنامج بأخلاق أحياء بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية وحملة سلامة الطفل من خلال إقامة مجموعة برامج توعوية لكافة منتسبين النادي فيما يتعلق بحماية الأطفال ومحاضرات متنوعة في حماية الطفل. الله يقدرنا إن شاء الله نكون على حسن الظن ونقدم لهم برامج تفيدهم في حياتهم العملية. القائمون على النادي قالوا إن هذه المبادرة مهمة جدا للفئة المستهدفة، وتسعى إلى توعيتهم حول قضايا عديدة متعلقة بالأطفال وحمايتهم وكيفية تجنيبهم الإيذاء الجسدية والعاطفية والاستغلال التجاري وغيره من أشكال الإيذاء. مشاركتنا اليوم في الفعالية هذه يعني أقدر أقول عليها إن مبادرة جد طيبة كثيرة مهمة للأولاد، ونحن نعرف إنه يعني أولاد اليوم هم رجال الغد، يعني إذا ما يعملوا كثير أشياء مثل اللي وقع تعرض لها اليوم خاصة من يعني موضوع الإيذاء يعني الجسدي والجنسي والعاطفي والاستغلال التجاري والأهمال، فهذا الأولاد كل لازم يعرفوه لأنهم هم في طول الأوقات معرضين لهذه الأشياء في كل مكان. كما وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم الأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية النبيلة التي تفيدهم في حياتهم العملية وتنير لهم الطريق وتجنبهم كل شر وضر، وتساهم في تعزيز القيم والسلوكيات الأخلاقية الإيجابية ونبذ السلوكيات غير الجيدة ومعالجة بعض الظواهر السلبية. وأخيراً وليس آخراً وصلنا إلى المحطة الأخيرة لنتابعها من دبل حصن مع مهرجان الرياضة تعارف وتقارب الذي نظمه نادي دبل حصن الرياض الثقافي. نظمت اللجنة الثقافية المجتمعية بنادي دبل حصن الرياض الثقافي مهرجانها الثاني الذي أقيم تحت شعار الرياضة تعارف وتقارب، وذلك يوم الاثنين 26 من مارس الجاري في الصالة المغطاة بالنادي. وقد شارك في المهرجان 6 فرق مثلت 5 مؤسسات من مدينة دبل حصن والمناطق المجاورة، وهي دائرة الشؤون الإسلامية والبلدية ومركز الناشئة وهيئة كهرباء وماء المنطقة الشرقية ونادي دبل حصن ألف وباء. يا مهرجان طبعا التعارف والتقارب هذه الدورة الثانية، فطبعا مرتين يعني مرة السنة طافت والمرة هاي إن شاء الله، فمشاركي في طبعا 6 فرق منهم الشؤون الإسلامية والبلدية والكهرباء والماء ومركز الناشئة، والنادي مشارك بفريقين، وهذا كهو التجمع لأبناء المنطقة من المواطنين والمقيمين كذلك، يعني على أساس أنه من المقصد منه هو الألفة والتقارب بين الشباب المجتمع يعني. وتم تقسيم الفرق المشاركة لمجموعتين، تصدر نادي دبل حصن ألف المجموعة الأولى وجاء فريق البلدية ثانيا،
وتصدر مركز الناشئة المجموعة الثانية وجاء نادي دبا الحصن با ثانياً، وصعد فريقا البلدية ونادي دبا الحصن ألف للمباراة النهائية، واستطاع فريق البلدية أن يفوز على النادي بخماسية نظيفة. المشاركة طبعا لبين دعوة النادي عشان هذه الدورة اللي هي تعارف التقارب، والكرة دائما هي يعني صلة التواصل بين الشعوب، وبادرة طيبة أن نلتقي بإخواننا من المؤسسات الثانية، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. وفي الختام قام مسؤولو النادي بتوزيع الكؤوس والميداليات والشهادات والهدايا، حيث فاز إبراهيم سالم الخالدي من فريق البلدية بكأس أفضل لاعب، وفاز محمد عوض من فريق الشؤون الإسلامية بكأس أفضل حارس مرمى، وميداليات المركز الثاني لفريق النادي ألف، وتوج فريق البلدية بكأس المهرجان. هدف ترفيهي والأساس منه اللي هو الهدف، يعني اسمه هو السعادة، احتفال باليوم الوطني للسعادة، فانا حبينا نشارك على اساس يعني المركز كمركز نشئ دبا الحصن على اساس نشارك على اساس نصير نتواصل مع المؤسسات والتعارف بين المؤسسات والامور هذه كلها. يذكر أن الهدف من إقامة المهرجان هو توطيد العلاقات الطيبة وتقويتها بين المؤسسات وزيادة التعارف والتقارب بين منتسبيها والتشجيع على ممارسة الرياضة لما لها من فائدة جسمية ونفسية.